يسرنا أننا سنتحاور اليوم مع أستاذ سلمان البدري الذي ساعد طالبات مدرسة آمنة بنت وهب الثانوية في مؤتمر حوار الأديان وورقته البحثية. بداية نشكر لك اقتطاعك جزء من وقتك لإجراء هذه المقابلة معك. أولا، من هو سلمان البدري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سلمان البدري، طالب كلية إعلام شؤون دولية في جامعة قطر، مصري الجنسية، مواليد القاهرة، يبلغ من العمر 22 سنة وفقط. ما طبيعة عملك في شبكة الجزيرة توك؟ الجزيرة توك، بدأت في الجزيرة توك كمراسل عام 2010، كمراسل من الدوحة قطر، وبعد ذلك تطورت حتى أصبحت مدير التحرير في الشبكة. أستاذ سلمان، علمنا أن جدولك دوما مزدحم، وعلى الرغم من ذلك إلا أنك قادر على إنجاز العديد من المهام، فهل تكرمت ببيان ما هي أبرز مهامك وكيف يمكن للمرء أن يقسم وقته محققا أكبر عدد من المهام؟ المهام تنقسم بين الجامعة، تخصص الجامعي، وبين عملي في الجامعة كمحرر فقط في العلاقات الخارجية، وبين كمدير تحرير للجزيرة توك، ومدير فعاليات لشبكة زيدني التعليمية، ورئيس نادي المناظرات في جامعة قطر، كمهام وظيفية، مع بعض المشاغل العائلية الأسرية، الصداقات وإلى آخره. عملية تقسيم الوقت بصراحة من أصعب المهام اللي ممكن يواجهها الإنسان في حياته، ولكن تثبيت المواعيد والالتزام، القدرة على الالتزام، بمعنى ساعة يوميا لإنهاء ما يتعلق بالأسرة مثلا، ساعتين يوميا بما يتعلق بأمور الدراسة، الالتزام بها وعدم إعطاء أي جزء من الحياة أكثر من قدره هو أكثر العوامل التي تساعد على تنظيم الوقت. وبالتالي يعني على سبيل المثال، نادي المناظرات يوم واحد في الأسبوع لمدة 4 ساعات، يوم الخميس من الساعة 2 ما يقارب الساعة 5 أو الساعة 6 مساء، فقط هذه المدة الزمن أشتغل فيها لنادي المناظرات، وبالتالي لا أحاول أثناء الأسبوع أن أضيع مزيدا من الوقت لنادي المناظرات. أستطيع أن أعوض لأشياء أخرى مثل جزيرة توك، لأن جزيرة توك تحتاج مني عمل شبه يومي كعمل تحرير، العلاقات الخارجية في الجامعة تحتاج مني عمل يومي، الدراسة طبعا تحتاج عمل يومي، وبالتالي أحاول دائما أن أضع معايير زمنية لكل مهمة من المهام، ودائما لا ننسى البيت والأصدقاء. أستاذ سلمان، أنت من المتناظرين المميزين على مستوى فن المناظرات، فهل من الممكن أن تعطينا نبذة عن نشاطك في هذا المجال؟ مجال المناظرات، دخلت المناظرات أو يعني بدأت في عالم المناظرات على ما أذكر عام 2008 كمتناظر باللغة الإنجليزية. لم أتمكن من تحقيق نجاح كبير كمتناظر باللغة الإنجليزية بسبب ضعف اللغة، أو لم تكن اللغة في تلك الفترة من الأساسيات عند سلمان البدري، وبالتالي لم يتمكن من إثبات قوة في مجال المناظرات. تحولت في عام 2010 إلى المناظرات باللغة العربية، أو نهاية 2009 إلى المناظرة باللغة العربية. مع وجود قوة في اللغة العربية تمكنت نوعا ما من المنافسة وإثبات القوة. تعلمت من المناظرات العديد من الأشياء، مهارات قيادية ومهارات خطابية ومهارات إقناعية ومهارات في تفكير، تنظيم عملية التفكير والتفكير النقدي والتفكير فيما وراء التفكير. الكثير من المسائل تعلمتها من خلال المناظرات، ساعدتني على تطوير الشخصية بشكل عام، فتمسكت بالمناظرات أكثر، كانت عملية عكسية. بعد دخولي للجامعة لم يكن هناك قسم لغة عربية للمناظرات، كان هناك فقط نادي المناظرات باللغة الإنجليزية. سعيت في بداية أول سنة في الجامعة إلى أن أؤسس هذا القسم من المناظرات، وتمكنت بعد حوالي 4 شهور من بقائي في الجامعة من تأسيس نادي المناظرات اللغة العربية في الجامعة، تشكيل أول فريق مكون من 3 متناظرين فقط، وهذا الفريق ناظر في البطولة الأولى للبنات، وكان مكون من 3 فتيات. البطولة الأولى على مستوى البنات في جامعة قطر، وحصل على المركز الأول، فكانت دافع قوي جدا إلى أن أستمر في عملية تأسيس النادي. اليوم يعني بعد تقريبا حوالي 2.5 سنين أو ما يقارب 3 سنين، نتحدث عن وجود أكثر من 70 إلى 80 متناظر باللغة العربية في النادي، مستعدون للمناظرة في أي وقت تحت أي ظرف. وأن أجلس معك الآن ومنتخب الجامعة ينافس في عمان بين المركز الأول والمركز الثاني في بطولة الخليج. كيف تنظر إلى شباب اليوم واهتماماته في سطوح؟ يعني لن أكون متفائلا ولن أكون متشائما.
هناك تغير في فكر الشباب واهتمام الشباب نوعا ما من بعد الأحداث الأخيرة في العالم العربي وعملية الانفتاح على المعرفة والعلوم وإلى آخره والرغبة في التغيير، ولكن ما زال التفكير سطحي للأسف، ما زال التفكير والاهتمام الاهتمام الذاتي الاهتمام بالنفس أكثر من الاهتمام بالمصلحة العامة أو بالمنفعة العامة أو بالوطن أو بالأمة أو إلى آخره. والتفكير السطحي أو التفكير الأناني إلى حد كبير هو مدمر للشخصيات بغض النظر عن تدميره للمجتمعات بعد ذلك. فيعني أنا آسف إنه هذا النوع من أنواع التفكير موجود عند الشباب اللغة عند الشباب الوطني العربي، ولكن وجود نخبة من الشباب بدأوا في عملية الظهور على مستوى الساحة على مستوى الساحة الإعلامية، نخبة من الشباب المفكر، نخبة من الشباب المغير والشباب القيادي بدون ذكر أسماء، يعني أمثلة كثيرة سواء في مصر أو في سوريا أو حتى في قطر، الأمثلة كثيرة جدا على كل المجالات. وجود مثل هذه النخبة دائما يدفعني للتفاؤل أن هناك عملية تغيير، يعني كانوا من اللا وجود إلى القلة إلى النخبة، أتوقع سيكونون الأغلبية العظمى في يوم من الأيام قريبا. يعني إن شاء الله. كيف تقيم تجربة مشاركتك مع الطالبات في الإعداد لورقة البحثية في مشاركتها في وطن حوارها؟ في البداية لم أبني توقعات، يعني قبل الاجتماع الأول لم أبني توقعات، وهي عادة يعني عادة أفعلها دائما قبل الخوض في أي تجربة جديدة، وبالتالي لم تكن لدي توقعات معينة عن المستوى، هل سيكون يعني مبهر، هل سيكون جميل، هل سيكون ضعيف أو متوسط، لم تكن لدي توقعات. يعني وضعت نفسي أمام الأمر الواقع سأختبر الوضع، وللأمانة يعني بدون مجاملات تفاجأت بمستوى عمل الطالبات على مستوى الثانوي بهذا النحو، لأني أعاني في العمل الجامعي أو في المرحلة الجامعية من مستوى أقل من ذلك بكثير مع طلاب الجامعة ومع طالبات الجامعة في عملية الأبحاث أو عملية الإعداد أو عملية التقييم. القلة جدا من طلاب الجامعة لديهم المقدرة على إنشاء بحث علمي بهذا الأسلوب، وعادة جدا معروفة عندنا في جامعة قطر وحتى في عديد من الجامعات العربية عملية النسخ واللصق في المعلومات دون التفكير ودون التمييز بين ما هو صالح للبحث وما هو غير صالح للبحث، ما هو المفيد وما هو الأفيد للبحث، أين تضع المعلومات وأين تؤخر. وحتى وإن كانت تجربة أولى أو تجربة ثانية للطالب، بعد أخذ الملاحظات لا يكلف نفسه عناء التغيير أو التطوير من عملية البحث، ويكون البحث الثاني كالبحث الثالث كالبحث الأول. وبالتالي كانت تجربتي مع مدرسة آمنة فعلا تجربة فريدة من نوعها. المستوى في عرض المادة العلمية كان رائع، المستوى في الإلقاء كان مبهر جدا إلى حد كبير، خاصة مع كما ذكرت في بعض الاجتماعات التنوع ما بين الأساليب، الأسلوب الخطابي والأسلوب الإذاعي والأسلوب الإقناعي، هذا التنوع أن يكون مختلط في فريق واحد هو يعني تجربة فريدة من نوعها سأفتخر بها. عادة أخرى إلى شبكة الجزيرة، ما الذي اكتسبته من عملك في شبكة الجزيرة؟ لم أكتسب في حياتي شيئا بقدر ما اكتسبته في الجزيرة توك ومجال المناظرات. الجزيرة توك شبكة واسعة جدا، يعني تمتد إلى أكثر من 34 دولة حول العالم، وبالتالي التعامل كمدير تحرير أو كرئيس للتحرير، التعامل مع كل المراسلين في كل أنحاء العالم تقريبا، كل الوطن العربي ما عدا دولة موريتانيا، التعامل مع هذه الثقافات كلها، التعامل مع العقليات، التعامل مع العقول الإعلامية المحللة والنقدية في كل هذه البقاع من الأرض بحد ذاته تجربة لا تتوفر لأي إنسان في أي مكان آخر، حتى في المؤسسات الإعلامية الكبرى الإنسان يعمل ضمن منطقة جغرافية واحدة، أما أن يكون الإنسان مسؤولاً عن كل هذه المواد التي تأتي كمواد تحريرية أمر مبهر جداً. المميز في الجزيرة توك أن لدينا مراسلين وكتاب يعني أصحاب شهادات عليا سواء شهادات ماجستير أو شهادات دكتوراه، وبالتالي المحتوى العلمي أيضاً في الجزيرة توك محتوى ملفت للانتباه ومحتوى يثيرني كمدير للتحرير أثناء التدقيق أو أثناء عملية المراجعة للمواد التي تصل عبر الشبكة، ملفت جداً للانتباه ويعطي كمية هائلة من المعلومات للتغذية العقلية للإنسان. فالتجربة فريدة جداً من نوعها، سواء كان من مسألة أن كنت مراسلاً إلى مسألة رئيس التحرير إلى مسألة التخطيط الإعلامي، والآن أصبحنا في مرحلة نقدم بعض الدورات التدريبية في مجال التحرير ومجال التصوير وبعض المجالات الإعلامية حتى التخطيط وما إلى ذلك الإداري، وبالتالي الخبرات دائماً بشكل صريح الخبرات متطورة.
أستاذ سلمان نشكرك جزيل الشكر على إجابتك ونتمنى لك المزيد من التقدم والنجاح.